أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا العيد السعيد. وفي حلقة جديدة ومعلومات جديدة مع السيد الدكتور محمد سعد حامد في برنامج كونسلتو تيلي ميديسن، أستاذ الطب كلية الطب جامعة عين شمس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا بيك يا دكتور. صحتني والله العظيم. لا أنا عارف إن حضرتك شغل برضه في العيد، ومع عمرك ما بتبخل عن المريض بتاعك. ربنا يديك الصحة. أنت قلت لي وشرحت لي حتى قبل ما نطلع من الاستديو إنك أنت كان عندك حالات وكنت ربنا يبارك فيك، عامل إيه؟ بتشتغل فيها. والله تمام الحمد لله. طيب طبعا احنا في المناسبة دي يا دكتور في العيد، تعرف الاكل بتاع العيد، عيد الفطر كله سكريات كتير وساعات حرارية. نعم. فلو نقدر ننصح المريض السكر او المريض بصفة عامة ازاي يعمل كنترول، يا ترى مثلا نص كيلو كحك كفاية، كيلو الا ربع، ايه موضوع بالظبط؟ موضوع الاكل تقريبا تليفون. اتفضل. خلاص اشتغل على التليفونات. السلام عليكم استاذه ساميه. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. انت طيبه. انا سني 65 سنه، وزني 92، طولي 165. انا دكتور اطرف الاصابع بتاعتي بتنمش، فلما بصحى من النوم هو انا عندي سكر من غير أدوية فاطر بيبقى 360، وأدوية 140. من غير من غير أدوية 360. ايوه. ماشي 360. وبالأدوية بيبقى 140. ده الفاطر 360. ها ايوه. والصايم؟ الصايم من غير أدوية 240، وبالأدوية 120. 120 تمام. باخد أدوية جيمو نفت ب 50/1، نص قرص الصبح. تمام. وباخد اكتزول 30 مللي، وباخد ديماكرون قبل الفطار 30 مللي. وعند الضغط باخد له قرص 100 مللي سيلو مساء. تمام. طيب اوكي. انا عايزه اعرف يعني اعمل ايه للتنميل دوت. يعني هو السؤال دلوقتي ان في تنميل في الاصابع. في الاصابع. ايوه. حاضر. ماشي. هو يعني بص حضرتك هتاخدي حاجه كده الى جانب الدواء اللي انت بتاخديه، لو جابت نتيجه كويسه يبقى كويس، ما جابتش يبقى هنعمل حاجه اسمها فحص كهربي للاعصاب الطرفيه. واخد بال حضرتك؟ ايوه. في حاجه اسمها تيجريتول، ده 200 مللي جرام، دواء رخيص ان شاء الله يجيب نتيجه. تاخدي حبايه قبل النوم كل يوم لمده 15 يوم، ولو ما جابتش نتيجه تخليهم حبتين لمده 3 شهور ونشوف ان شاء الله. ماشي. شكرا. شكرا على الاتصال. الف سلامة. هي اصل الاعصاب الطرفية من الحاجات اللي هي مزعجة في مرض السكر. والاعصاب الطرفية دي تآكل في الاعصاب. تمام. ودي ما بتكونش وليدة اللحظة. يعني مش هي معنى ذلك ان مثلا مرض السكر النهاردة هي جات النهاردة، لا. ده هي موجودة بقالها مثلا، لو السكر ده بقاله 5 سنين، هي من اول ما بدأ المرض. فالتئام العصب نفسه صعب. احنا اللي بنديه مش مسكنات صحيح، ولكنها بتظبط كهربة العصب الى حد ما، زي ما يكون عندك سلك عريان، واخد بال حضرتك، وبتحاول تغطيه بحاجة او تمنع السلك ده يدي الالام دي والتنميل والخذلان والحاجات دي اللي بتبقى في الاطراف في مريض السكر. مش المفروض ننتظر لما مريض السكر يجيله كده، لان لما بتحصل ده بيبقى علاجه مش بالسهوله اللي الناس متخيلها. تمام. وهو عيب السكر ان كل حاجه بتطلع فيه، يعني عايز اقول كل، هو مرض المضاعفات زي ما بنسميه، والحاجه اللي بتبوظ ما بترجعش 100%. ومن هنا طبعا الكلام ده بتقوله من هنا لـ 10 سنين ما فيش حد هيهتم بيه، ان المفروض انت زي كده ما بت في عربية تعمل لها الزيت والسيرفيس صيانة. الصيانة. هو السكر عايز صيانة الحقيقة، يعني عايز صيانة. ماشي. معنا الأستاذة آية والحاج صلاح بعدين. طيب. طيب ناخد الاتصال. الأستاذة آية السلام عليكم. وعليكم
وعليكم السلام، ممكن اكلم الدكتور حضرتك؟ اتفضلي الدكتور، سامعك. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. حضرتك، انا امي عندها 40 سنه، ف على طول عظمها بيوجعها. 40 سنه؟ 40 سنه. امال انت عندك كام سنه؟ عندها 40 سنه وعلى طول عظمها بيوجعها. وانت عندك كام سنه حضرتك؟ مين؟ انت عندك كام سنه انت؟ لا، امي هي اللي عندها 40 سنه. وانت كام سنه؟ انا 18 سنة. طيب معقول، ممكن تتركي المعلومات. وحضرتك هي على طول بيوجعها وظهرها ورجليها وكده. بتقول ايه؟ دراعها بيوجعها؟ ايوه. وعلى طول هي بتشتكي من الالم كده، وانا عندي الحافة. عندك ايه؟ عندك ايه قولي؟ انا عندي الحافه، وزني 56 لا كيلو. انت دلوقتي معلش استاذه ايه، انت دلوقتي بتتكلمي على والدتك ولا بتتكلمي عن نفسك؟ لا، انا بتكلم على والدتي وبعدين انا. لا طب خليها بقى واحده واحده عشان الدكتور يعرف يرد يعني سؤال سؤال. دلوقتي والدتك 40 سنه. ايوه. وبتعاني من في الم في دراعها وفي عظمها. ايوه على طول. بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه الوجع ده؟ هو بقاله كده يمكن 3 شهور واكثر. 3 شهور. خدت له ادويه ولا ما خدتش؟ في اي ادويه؟ في تحاليل؟ عندها سكر، ضغط، اي شيء؟ هي لا، ما عندهاش ضغط، بس عملت كشفت وراح. ما عندهاش يعني؟ طب الحمد لله. طيب هتاخد دواء كده اسمه بروفين 400 مللي جرام الحبايه، حبايه كل يوم لمده 15 يوم، لو فضل الالم موجود تبقى كلمنا تاني. بالنسبه لامك. ماشي، اتفضلي بقى اتكلمي عن نفسك يا استاذه ايه، عايزه تسالي ايه؟ انا حضرتك عندي وزني 56 كيلو، وعلى طول بتوزن كده بلاقي نفسي 56 على طول. مش عارفه دي الحافه ولا انا. طب انت الطول طولك قد ايه الطول؟ انا طولي كده حوالي 160. 160 والوزن 56. يعني ما انت كويسه كده، لو انت عايزه تخليك ما انت يعني كويسه يعني الطول مناسب مع الوزن. عاوزه اتخلي قد ايه يعني؟ انا عايزه كده ابقى حاجه يعني كده يعني 66 كده 67. طيب في دواء اسمه ترياكتين. ترياكتين ده تاخدي حبايه قبل الغداء بنص ساعه، هيخليكي تاكلي زي الغول ان شاء الله. ماشي، شكرا يا استاذه ايه. ناخد الحاج صلاح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. كل سنه طيبين. وانت بالصحه والسلامه. والنبي، انا عندي سكر بقالي فتره، وانا طولي 166 ووزني 70 كيلو والسن 66، والسكر بتاعي صايم 170 وفاطر 220. طيب. وباخد دواء ديماكرون 60 وقرص قرص قبل الفطار، وباخد كوبال 500 قرص بعد الفطار. اول امبارح بس جالي تعب شديد في الكلى، وجالي احتباس في البول، مش قادر يعني ادخل الحمام، كل دقيقتين ادخل مفيش اعمل بول خالص، ودراعي برضه الشمال ما يعني ما اقدرش امسك كوبايه شاي في دراع الشمال. استمرت الحكايه دي قد ايه؟ لا يعني الاحتباس امبارح، انما عمليه الدراع دي بقى لها مثلا 10 ايام. دراعك اللي هو فيه ايه بالظبط؟ دراع ما اقدرش ارفعه، يعني عارف انت ما اقدرش ارفعه. طيب في حاجه اسمها جليفا ريلاكس. ايوه. واخد بالك، حبايه مرتين في اليوم لمده اسبوعين. ده ان شاء الله يعمل لك، اما احتباس البول ممكن ما يكررش تاني ان شاء الله. ملوش دواء الاحتباس البول ده؟ طب خلي حد بس يعمل اشعه تلفزيونيه نشوف البروستاتا. ماشي يا فندم. الف سلامه. ماشي، شكرا يا استاذ صلاح. شكرا. اتفضل يا دكتور. طيب يعني هو زي ما انت اتفضلت وقلت في بدايه الحديث ان الاكل مفيش مرض، يعني اي مرض في الدنيا او اي طريقه حياه الاكل جزء لا يتجزأ من تنظيم هذه المنظومه موجود.
جميل. لكن قد يكون لا اساسي، يعني مثلا الناس اللي عندهم حراره عاليه احيانا هم ما تاكلوش لحوم، لان اللحوم بتعلي الحراره او بتظهر الحرارة. بس لو كان لحمه يعني مش قاتله، مش هيحصل حاجه يعني، مش هيحصل، بس الكميات معقول اهم حاجه. حتى لو كان، انا مش بتكلم على دي مش الدخله. اه بينما لان هنا الاكل عامل مساعد، بينما السكر بقى الاكل عامل مش مساعد، ده يمثل تلت العلاج. يعني انت لو حضرتك ما كانش الاكل يتظبط، تقريبا يحصل 30% فشل ان احنا نظبط السكر عند المريض، وبالتالي الكوره جزء منها في رجل العيان وجزء منها في رجل الدكتور. تمام. فبنتقاسم احنا والمريض تظبيط السكر. طيب هل هي الكره اللي في رجله دي هنسيبها في رجله يلعب بيها زي ما هو عايز؟ خلاص بنظبطه، بناخد الكره منه ونقعد احنا نظبطه خلاص، ونخلي موضوع الاكل ده الدكتور الشاطر يحاول ما يخليش الاكل عامل اساسي قوي في مريض السكر، لان مفيش حد هيلتزم بالاكل. تمام. عمليا انت هتقول له اه لكن مش هيلتزم، فانت ظبط نفسك وما تركنش او ما تعتمدش على تظبيط الاكل قوي. خبر حضرتك بس طبعا من الافضل يعني لو المريض قدر يظبط عمليا مش هيحصل الاكل، بس عمليا مش هيحصل حتى لو قدر. ثلاث شهور النفس بتغلب. اه طبعا يعني ثلاث شهور ست شهور ممكن، وبعدين يرجع يسد تاني، مش هتحصل زي ما بيحصل. طب ده بالنسبه للاكل دكتور محمد، لو جينا وقلنا مثلا ان هل النوم المبكر برضو ممكن يساعد على تنظيم السكر في الدم؟ لا هو برضو يعني طبعا انت كلامك كويس قوي، لان في هرمونات بتطلع لها علاقه بالليل والنهار، والهرمونات دي بعضها بيكون له علاقه بمعدلات سكر في الدم. فانا لو ظبطت الليل والنهار صح، والله الكلام اللي انت بتقوله ده جدير انه يدرس كمان. يعني هل الناس اللي هي شيفت وركرز اللي هم بيتعاملوا مثلا بياخدوا نبطشيات سكرهم احسن تظبيطا، ولا الناس اللي هم بيشتغلوا في الحياه العاديه؟ واجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. فهل نوم الليل اللي انت بدات تقوله ده ويصحى من الفجر هيظبط مع الساعه البيولوجيه وهيظبط مع الهرمونات؟ ده كلام منطقي جدا. جميل. لان انت عندك فيه هرمونات بتبدا تشتغل من الساعه 1 بالليل، وفيه هرمونات من الساعه 7 الصبح، وتقوم بدري الساعه 7 الصبح تزيد، وبعدين تبدا تقل العصر، وبعدين تقل خالص في نص الليل، وبعدين تبدا تزيد الصبح. الهرمونات دي لها علاقه بتظبيط السكر. تمام. وفي بعضها بتظبيط الضغط كمان. وما تجيش الا في وقت النوم. يعني لا هي لها علاقه فيه بالضوء، وفي علاقه بالنوم. خبر حضرتك. فهو لو ظبطنا النوم مع الضوء يبقى صح، يبقى كده مظبوط. انا كان فيها دكتور يعني ناس برضو سالتني، فقلت طبعا الاجابه من عندك مش من عندي. يعني بالنسبه لزراعه البنكرياس، اللي بيتبرع بالبنكرياس واللي بيزرع البنكرياس، هل زراعة البنكرياس دي مفيش تبرع بنكرياس؟ مفيش مبدئيا. لأن هو جزء لا يتجزأ من الجسم، مش ممكن اخد منه حتة. امال الزراعة بتيجي ازاي؟ لو هيتاخد يعني؟ هيتاخد بقى من حد ميت، بعد حادثة ولا حاجة، وبيتاخد مع الكلى، المجموعة كلها. الكلى الشمال مع البنكرياس هما لازقين في بعض تقريبا، وده بيتزرعوا حتة واحدة. طيب. لكن انت ممكن بالنسبه للسكر يعني مش عايز البنكرياس كله، لان البنكرياس يعني له وظائف كتير. من ضمن الوظائف هو انتاج الانسولين، وانتاج الانسولين دي خلايا. فاحنا لو جبنا الخلايا دي وزرعناها في اي حته واشتغلنا عليها شويه. تمام. يعني زرع الخلايا دي يعني بعيد عن البنكرياس ولا في البنكرياس؟ مش لازم احطها في البنكرياس. مش لازم. يعني الخلايا اللي هتنتج الانسولين ممكن نحطها مثلا في التجويف في البطن، تحت الجلد، في كذا مكان يعني. تمام.
فبقى دكتور دلوقتي يعني هم اللي لمرضى السكر تملي عايزين يسمعوا البشرة الحلوة لو حتى مش هيقدروا، يعني هل فعلا في علاج يعني نقول قضى على السكر نهائيا، ولا او في اي محاولات لكده، ولا لازم على طول مريض السكر ياخد، وبالاخص مريض السكر الدرجة اولى، هل هو خلاص ربنا كتب عليه ان هو ياخد؟ انت عندك نوعين من الامراض. تمام. في مرض يكون له علاقة بالعضو، يعني زي الكبد، الكلى، القلب، ده بمجرد ما بتصلح العضو ده الجسم بيستعيد ده شغله تماما. يعني واحد عنده الكبد وزرعنا له كبد، تمام، المتوقع بس عمره هيبقى زي الطبيعي طبعا، ان المشكله تحل حل راديكال يعني كامل. كلى والكلى اتزرعت برضه، المفترض ان ترجع الوظائف 100%. بينما في هناك الامراض بقى ممكن تسميها الامراض اللي احنا زي السكر والضغط والحتت دي، الامراض العامه. طيب. اللي هي مش متعلقه بعضو، ده متعلقه بالجسم كله وتاثيرها بيكون على كل مكان في الجسم. فدي اساسا الى هذه اللحظه ممكن مش معروف سببها قوي. يعني السبب الاصلي بتاعها الى هذه اللحظه مش معروف، وبالتالي لو انت ما دام ما تعرفش السبب الاصلي اللي هو يعني اللي على المحك، تمام، هي طبعا نظريات وحاجات بتساعد بتزود وحاجات بتقلل، لكن هي فين بالظبط الحته الزرار ناخد اللي انا هضغط عليه؟ مش هتلاقيه. تمام. ناخد الاستاذ خالد وبعد ام صلاح. استاذ خالد من اسوان، السلام عليكم. تفضل يا استاذ خالد. على بيت الحال. الحمد لله تمام والله. والله انا عندي ارتجاع في المريء. عندك ارتجاع في المريء؟ ايوه. ايه تاني؟ ارتجاع في المريء. بس ما عنديش حاجه ثانيه الحمد لله. بعدين طب الحمد لله نشكر ربنا. ما عنديش حاجه ثانيه. تمام. طيب. وزنه قد ايه؟ وزنك قد ايه يا اخ خالد؟ بالكثير. يعني نقول 60 والطول؟ طول 160. يعني نقول 60 والطول؟ الطول 160. طب الحمد لله، يعني انت شكلك بتلعب رياضه. هو سنه كام سنه؟ الوزن 60 والطول 160 ومشكلته بس ارتجاع المريء تعبني يعني. ارتجاع مريء. سنه كام سنه؟ السن 63. 63. ايوه. مين اللي شخصه؟ اتشخص ازاي انه عنده ارتجاع في المريء؟ هو انت بتحس بايه؟ يعني ازاي تعرف انك عندك ارتجاع في المريء؟ لا دكتور قال له اشعه. اكتر من دكتور قال لي يعني. هل مثلا بيجي يعني وانت نايم بتحس بالم؟ ايوه وانا نايم بيجي لي زي ارتجاع كده يعني. ارتجاع في المريء وهو نايم، الاكل بيطلع على فوق. ها؟ ايوه. نفس المشكله. طيب يا دكتور. ما تاكلش وتنام. يعني دايما تاكل قبل النوم بحوالي 3 4 ساعات، 5 6 يعني، ما تاكلش بعد المغرب، واخد بالك؟ اده واحد. اتنين، تقلل القهوه تماما او النسكافيه والحاجات دي لو انت بتشربها طبعا، لو دخان والحاجات دي تتمنع تماما. انت بتدخن يا اخ خالد؟ بتدخن؟ كنت بدخن وبطلت. بطلت. طيب امتى؟ بطلت يعني حوالي 3 4 شهور كده. 3 4 شهور. طب يعني لسه جديد. طيب يا ريت ما ترجعش تاني. يلبس لبس واسع وهو جاي ينام. تمام. ويرفع المخدات شويه قبل ما ينام. ممكن ياخد شويه لبن قبل ما ينام، لبن بارد معاه. لو ما جابش نتيجه هندي دواء بقى. يعني في دواء اسمه هيستاك 300 مللي جرام الحبايه، ياخدها قبل النوم بساعه. معانا استاذ خالد؟ سمعت؟ خلاص. ولو ما يعني ما خدتش بالك من اسم الدواء، يا ريت تتابعنا على الفيسبوك او الـ اليوتيوب قناه الصحه والجمال. شكرا استاذ خالد. وناخد الاتصال اللي بعده. ام صلاح، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. تمام الحمد لله. طيبين.
وانت بالصحه والسلامه. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. لو سمحت يا دكتور، انا كنت قبل رمضان كشفت وحللت وكده، فالدكتور قال لي من نسبه العلاج اللي انا باخده في السكر ماشي. كنت باخد اميريل 500، قال لي تاخدي واحده بس تحت الفطار وتلت حبايه بالدور قبل صلاه التراويح والتلت الثاني قبل السحور. ودلوقتي رجعنا للفطار، اخد الجرعه اللي كنت باخدها عادي في الاول حبيتين وتلتين. اول امريل مش 500 بس، مش مشكله تلاقي غلطانه بس مش مهم. الامريل اللي انا باخده 500؟ لا، ما فيش امريل 500. طب بجد اسمه ايه؟ يمكن غلطانه في حاجه. سيدوفاج امريل ام 500. امريل يعني 500. لا، 3 على 500 ماشي. ارجعي له اللي قبل الفطار. ارجع اخد الجرعه بتاعتي زي ما كنت باخدها؟ نعم. شكرا ام صلاح، كل سنه وانت طيب. نرجع لموضوعنا دكتور محمد. احنا كنا بنقول في الخلايا. فهو الحاجات اللي هي يعني عامه زي الضغط، زي السكر، بعض امراض اخرى زي الامراض الروماتيزميه، الامراض المناعيه، دي ما بتبقاش جايه، مش نابعه من عطل او عطب او غدم يعني صلاحية للقلب للكلى، لا، دي بتبقى مش معروف أساسها. تمام. ودام الأساس مش معروف يبقى أنت تتوقع، لا تتوقع علاج نهائي. تمام. ناخد أستاذة أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة يا أستاذة أسماء، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسال الدكتور، انا يعني ايديا ورجليا يعني صيف شتاء بعرق جامد جدا جدا، يعني انا صيف شتاء لابسه شراب، بحس ان انا يعني باشعر من اي حاجه، يعني ايدي ورجلي عرقانين جدا. ولما رحت الدكتور من فتره قال لي ان هو يعني اخر حاجه هيعملها معايا ان هو يديني حقنه في العصب في ظهري، وبصراحه ما عملتش كده. طيب، هو العرق بتاع الايدين والرجلين ده من الحاجات الصعبه في علاجها، بس احنا ممكن نجرب حاجه اسمها اندرال 10 مللي جرام حبايه 3 مرات. ايوه، يمكن يجيب يعني ممكن يجيب نتيجه. ده بيقلل العرق ولا ده يعني ده بيقلل العرق؟ ان شاء الله ان شاء الله هيقلل ان شاء الله. شكرا شكرا استاذه اسماء، اتفضل يا دكتور. يعني ما فانا بقول لك، ادام انت ما عندكش السبب النهائي ما عندكش علاج نهائي. فمن هنا السكر والضغط وبعض الامراض الكتير اللي احنا قلنا عليها دي. يعني مثلا علاج اليوريك اسيد اللي هو اللي بيسموه النقرس، النقرس او بيسموه الاملاح بالبلدي كده، هو مش يعني الخلل فين؟ الخلل في المصانع اللي بتطلع اليوريك اسيد. المصانع بتطلعه كميات كبيره داخليا، يقول لك ان لا ما تاكلش حاجات هتطلع يوريك اسيد. اكل زي الكبده واللحوم، الكبده والكلاوي والقلب والحاجات دي واللحمه الحمراء حتى، واحيانا حتى البقوليات، بس مش هو ده الاساس. هو المصنع الداخلي ما بيطلعش بطريقه صح، يعني الام في خطا او ايوه المصنع اللي بيطلع كميات معينه في الدم بيشتغل زياده عن اللازم. تمام. وهنا لازم عليك طول العمر، هتوقف هيرجع تاني. نفس الحكايه للسكر، هتوقف هيرجع تاني. الضغط، هتدي ضغط حضرتك علاج ضغط هينزبط، هتوقف العلاج هيرجع تاني، لان انت ما عندكش اصل المرض. اصل المرض هنا يمكن يكون بعد 300 سنه. طيب، السكر عاوز تجيب له خلايا تزرع غالية جدا، يعني انت مش متخيل. مش هينفع. هو برضو الحقيقة ما هو برضو زراعة الكلى بتتكلف 250,000 جنيه، زراعة الكلى بتحوالي 500,000 مبالغ، مش عارف بقى يعني الاسعار دي بقى زادت ولا لا اليومين دول، بس اعتقد انها زادت كمان. تمام. طب انت متخيل هتزرع خلايا جذعية مثلا كنا بنشتغلها شوية فترة، هتبقى بكام؟ 100,000.
طب والنتائج ال 100,000؟ هي طبعا يعني لو اتكلمنا عن الخلايا الجذعيه هي لها نتائج بس تاثير بعيد المدى. العيان عايز تنزل له خلايا جذعيه دلوقتي دفع بقى 70,000 80,000 90,000، عايز الصبح ما ياخدش الدواء، واخد بالك ازاي؟ تمام. وقبلها تقعد تشرح له، تقول له ناخد الدواء ومش لازم ناخد وهيبقى النتيجه متاخره، اول ما يدفع الفلوس يتحول فين؟ عاوز يخف. تاني يوم على طول. طيب ناخد الاتصال. الحاجه صفيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ والله تمام الحمد لله. بقول لحضرتك انا ست عندي 60 سنه، والله ما شاء الله على سيدنا محمد، عندي السكر باخد 100 وحده انسولين الصبح، 50 وحده انسولين الصبح و50 بالليل، واخد فيرتجلوس بلس 1000. تمام. وسكري ما بينزلش عند 400 350، يعني لغايه الان 300 350. وزنها قد ايه؟ الوزن قد ايه يا حاجه صفيه؟ وزني 90. الوزن 90. السن 60 سنه. السن 60 سنه. بقالك قد ايه على الموضوع ده؟ بقالي الوقت انا عندي السكر بقالي حاجه و20 او 20 سنه، يعني 20 سنه. كل الشبكيه بتاعت عيني خالص، رجليا ما بقتش اقدر امشي منها خالص. ظهري نفس الحكايه، جسمي كله مش قادره، ما بقتش قادره يعني اتحرك كتير خالص. قلنا وزنها كام؟ ال 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 الوزن 90 والسن 60 وعندها الموضوع ده بقاله 20 سنه. طولها قد ايه؟ الطول قد ايه يا حاجه صفيه؟ الطول 155. 155. طيب هل في فرصه ان احنا نقدر نخس؟ انا اكلتي ضعيفه جدا. أكلتي انا ماليش دعوه، في فرصه لو انت بتاكلي زي الحمامه تاكلي زي العصفوره. لو بتاكلي زي العصفوره يبقى ما تاكليش خالص. ما اكلش خالص؟ انا بتكلم جد، تاكلي نص الاكل بتاكليه. احنا عايزين ننزل 10 كيلو، يا اما عندنا حل تاني، الانسولين طول ما انت بتاخديه ده هتتخني. طب انا ساعات بزهق من الانسولين، باخد كميه اقل مثلا 40، ابص الاقي نفسي ال 40 ديت سكري 400 450. ما على طول اروح راجعه واخده ال 20 تاني اللي اكملهم ال 100. صح. بس احنا ممكن لو تخش مستشفى. انت منين؟ انا في بلاد دكرور. يعني لو تخش مستشفى كده اسبوع ولا 10 ايام الدكاترة يظبطوا لك السكر فيهم هيكون أفضل، لأن سكرك ده عامل سمية في جسمك مش مخلي الدواء يشتغل. طب أعمل إيه؟ فساعات بندي الإنسولين. بقول لحضرتك يعني ممكن تكتب لي على حاجة ولا لا؟ أصل هو غير. طب بصي، غيري نوع الإنسولين. أنت بتاخدي نوع إنسولين اسمه إيه؟ اللي هو المعكر 100. ممكن يكون المكسترد الرخيص. مسترد ابو 55 جنيه. ممكن تاخدي فيه دواء كده يعني انسولين برضه، بس يمكن يجيب نتيجه معاكي، اسمه مثلا ناخد هومولوج مثلا ميكس. اسمه ايه حضرتك؟ هومولوج ميكس. اكتبيه يا رحمه. حاجه صفيه. نعم يا دكتور. انت ممكن لو تخلي رحمه او اي حد عندك يخش على الفيسبوك او اليوتيوب قناه الصحه والجمال. وهتسمعي الحلقه تاني من اولها لاخرها. انا عايزه بس اسم العلاج اللي حضرته كتبته. هو الهوموليوك حضرتك 30 70. يتاخد منه، انت بتاخدي 100 ندي عشان غالي شويه. اغلى من اللي عندك ده. هناخد مثلا 80 وحده، 40 و40. وبعدين تغيري مكان الحقن. ايوه انا بعمل كده، بغير مكان الحقن. لا ادي مكان جديد لانج بقى، ما كنتش خدت فيه قبل كده. ما انا باخد لمؤاخذه ببطني وباخد في دراعتي. في خادك؟ باخد ساعات بس مش كتير. غيري، يمكن ياخدوا في الاليا. خليهم يدوكي، ولازم الحقنه تكون يعني مستقيمه مش معوجه كده. داخله كده السن. هو عموما الدواء ده عباره عن الم، مش هتمليه بالسرنجه. فحضرتك الألم اللي هو جاهز دوت اللي بجيبه من الأجزخانه وبيترمي بعد ما يخلص. خدته ولا عمل معايا أي حاجة. ما هي لازم تخش مستشفى عشان كده. أنا عارف بقول إيه. أنا عارف 100 وحدة
فما فوق لازم دخول المستشفى اسبوع نظبط السكر بتاعي مع كده، واما ينظبط نبدا نعالجك، لان عمر سكر ما هينزل وانت في البيت. ممكن تزود الحركه او رياضه او اي حاجه. ما احنا قلنا ان انا لازم تخس ساعات ما باكلش، يعني 90 كيلو جم منين امال؟ تمام، شكرا شكرا يا حاجه صفيه، بالشفاء ان شاء الله. ناخد ام محمد. سلام عليكم. السلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. وسلام حضرتك طيب. وانت طيبه والجميع يا رب. والدكتور طيب ان شاء الله. اهلا وسهلا. وانت طيبه. اتفضلي الدكتور سامعي. اتفضلي. سامعك الدكتور يا ام محمد. اتفضلي. بص لو سمحت، انا كنت في رمضان يعني باباش واكله ولا شاربه، بس بيبقى طعم الملح كله مالي بقى اسناني وكده وشفايفي. طعم الملح. في رمضان يعني. في رمضان غير رمضان. يعني انا بعد الفطار دلوقتي لا ما فيش. طيب خلاص ما خلص رمضان، كل عام وانت طيب. يعني ماشي وحضرتك طيب، بس يعني يبقى كان ايه دوا؟ لا ما هو عشان نقول كان ايه ده حضرتك هنحتاج تحاليل مثلا توصل لها 5-6000 جنيه. يعني تحاليل ايديا؟ لا يعني ده لسه طويله وعريضه. يعني املاح مثلا ولا؟ لا الملح ده ممكن يكون جزء منه عامل نفسي. عامل نفسي؟ اه طبعا. يعني البصاق يبقى فيه ملح؟ يعني يبقى فيه مالح؟ الايه؟ البصاق مالح؟ لا مش شرط، ده احساس. اه يا سلام. الا ممكن يعني طيب. ما هو من ضمن في معامل تحلل الاملاح اللي في البصاق. واخد بالك ازاي؟ يعني ولكن انا اعتقد انه له علاقه بالناحيه النفسيه. الكلى ملهاش دعوه؟ ما بتبقاش النوع اللي انت بتقولي عليه ده، وبعدين ده كده لازم يبقى فشل كلوي متقدم عشان يحصل الكلام ده. مش كده مثلا نغزه ومش نغزه، لا. تبقى حاجات بقى يعني اوضح. يعني وصلنا لمرحله يشخصها طالب بكالوريوس طب مش دكتور كبير. فهماني حضرتك؟ يعني يبقى الكلى حصل فيها قصور واضح جدا عشان يوصل للدرجه اللي بتقول عليها. شكرا يا ام محمد، شكرا، بالشفاء ان شاء الله. ناخد ام يحيى. السلام عليكم. السلام، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ازي يا دكتور؟ كل سنه وحضرتك طيبين. اهو طيبه فندم. وانت بالصحه والسلامه يا رب. انا عندي دكتور دلوقتي عندي 30 سنه ووزني 70 وطولي 152. عندي على طول وجع في الظهر، عملت عليه اشعه برنين وكده ومش في حاجه، وعندي بالاضافه لده عندي امساك والم في جسمي بقى كله، والامساك ده مزمن بقاله فتره، بس دلوقتي بقى اليومين دول شديد خالص، وعندي الم في جسمي بقى كله، جسمي كله فيه الم تعبني جدا بقاله فتره برده جامده، ومش عارفه وبلف كتير ومش عارفه اشخص كويس. ما انت قلتي الامساك بيجيب الم في الظهر، ده طبيعي. لا هو قبل الامساك كان في الالم ده موجود قبل الامساك. طب عملت رنين مغناطيسي على العمود الفقري وكده مفيش الم؟ لا مفيش خالص. طيب ويبقى علاج الامساك برضه، علاج الامساك خلي يروح لدكتور جراحه يشوف كده هل المنطقه بتاعت الشرج فيها مشاكل ولا لا. بس انا بحس بالم فوق في المعده من فوق. طب عملت سونار على البطن يعني؟ عادي ما فيهوش حاجه، في بس حصوه في المراره. حصوه واحده؟ في حصوه كبيره 8 مللي تقريبا. 8 مللي دي مش كبيره، كبيره باكتر من السنتي، اكتر من 10 مللي تبقى كبيره. يعني مش نشيلها عادي، في عامله لي برده الم في الظهر من فوق. لا شيلي حصوه المراره دي، ربنا الدنيا كلها تتظبط بعد كده. يعني حصوه المراره هي اللي عامله الالم ده كله؟ ممكن. مع زايد والم الجسم. ممكن هي المراره برده. مراره عشان الالتهاب ده بيعمل سميه بتسمع في اماكن كتير في الجسم. طب والعين؟ والعين اصل في الم في عيني. ما هو ما انا بقول لسيادتك الم في عينك والم في الحاجات دي، شيل المراره اللي قدامنا، ولا سيما ان الحصويه دي 8 مللي ممكن تتسلت تنزل تقفل القناه المراريه تعمل لنا مشكله كبيره. الدكتور قال لي انت الحصوه كبيره مش لازم تشيليها عشان مش هتنزل في القناه المراريه. لا يبقى مش 8 مللي، بقى اكتر من 8 مللي. 8 مللي تنزل. تنزل. اكتر يعني من 8 مللي. يعني تنشال يا دكتور؟ نعم يعني تنشال المراره. اعتقد افضل ان شاء الله. شكرا شكرا ام يحيى، بالشفاء ان شاء الله. ناخد ام يوسف. السلام عليكم. اهلا يا فندم، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله نعمه وفضل. اتفضلي يا ام يوسف، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب، وللدكتور
وانت طيب يا فندم. اتفضلي، عايزه تسالي الدكتور؟ اه يا فندم، حضرتك انا بقالي مريضه سكر. طب بقول لك ام يوسف، ام يوسف إيه، لو بس تقفلي التي في ولا توطيه ولا تبعدي عنه. تمام؟ وطيت يا فندم. ربنا يكرمك. انا مريض السكر بقالي سنه. اتفضلي كملي سامعينك. اه يا فندم، حضرتك يعني رحت كشفت عند دكاتره كتير وتابعت معاهم كتير. اخر دكتور تابعت معاه مواظبه معاه مديني الديماكرون، باخد قرصين لان سكري على طول في 400 300 390، صايم مثلا 200 وكذا، يعني عالي. وانا لسه مبتدئه فيه، ف اداني قرصين ديماكرون واداني علاج الفيتامين اللي هو الميليكا واداني الكالسيوم، ماشي عليه كويس. بس انا مش عارفه انظم نفسي في الاكل، مش يعني مش عارفه اتوازن مع الاكل مع العلاج، فمش عارفه اعمل ايه. برضه عادي يعني، انا باخد قرصين وبرضه عادي. وزنك كم كيلو؟ انا وزني 85 كيلو. وطولك؟ انا طولي بتاع 160 كده يا دكتور. يعني طيب، و85 كيلو، وسني كم سنه؟ سنها كم؟ السنه كم؟ سني؟ سنك 37 سنه. 37. طيب علاجك هيبقى سهل قوي لو قدرت تعمليه، ان انت تخس 10 كيلو بالمجهود وبقله الاكل. غير كده حضرتك يبقى تاخدي، انت بتاخدي دلوقتي دايماكرون وايه تاني؟ باخد مع الدايماكرون قرصين، باخد حضرتك الكوليسترول اللي هو الكالسيوم والميليجا. طيب. وكان طبعا طالع لي فسافيس في بطني كده، زي عفوا يعني زي حبوب وكده، فكان مديني فلاجيل وحاجات برضو مطهره للمعده وكده. والسيتوفاج منعني منه. ليه؟ منعني من السيتوفاج، قال لي بلاش، انا كنت عايزاه يساعد معايا في الحرق. ليه؟ وقفولك ليه؟ قال لي بلاش تاخديه، مش عارفه ليه. لا رجعيه تاني. يعني اخد السيتوفاج؟ ألف مرتين في اليوم. يعني اخد السيتوفاج مره الصبح بعد الفطار وبعد قبل الفطار، قبل الغداء وقبل العشاء. تمام، شكرا شكرا ام يوسف. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ عبده، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ عبده. دلوقتي يا دكتور انا عندي طفل بقاله 3 شهور. تمام. نعم. الو. سامعينك، اتفضل يا استاذ عبده. نازل بخرمين في رقبته دكتور؟ نازل ايه؟ نازل بايه؟ دقيقه واحده تانية. خرمين في رقبته. خرمين في رقبته. تمام. لفي قاعد الف بيه الدكاتره، يعني لفيت لي 7 دكاتره بيه. واحد يقول لي ناسور، دكتور يقول لي ناسور، دكتور يقول لي مش عارف عيب خلقي. دكتور تاني اخر مره رحت له قال لي اعمل اشاعه، عملت اشاعه قال لي مش باين، مفيش كويس دون ولا في حاجه ايه حواليه. تمام. الو. ايوه معاك، سامعينك، اتفضل. واخر بقول لي يعمل له شعفه بالصبغه، طفل 3 شهور تعمل له شعفه بالصبغه؟ عادي مفيش مشاكل. هيحقنه مكان الاخرام دي ويشوف هو وصل لحد فين. الو. ايوه يا اسامه. ام عبده، انت سامعنا؟ سامعك كده يا دكتور. استاذ عبده يلا كمل. كمل، احنا سامعينك. ما تعيد اللي انا قلته. الاخرام دي كانت في الاول مش بتجيب حاجه، دلوقتي بتجيب زي افرازات بيضة كده. ما احنا قلنا لك قلنا لك الحل. الحل ايه بقى؟ اسمع الكلام واعمل الاشعه بالصبغه عشان يشوف الاخرام دي واصله لحد فين، ويشوفوا هيشيلوها ازاي بالجراحه ان شاء الله. اشعه بالصبغه استاذ عبده. شكرا شكرا على الاتصال. خلاص بقى. اتفضل. لو مفيش خلاص نقفل. خلاص. لو في اتصالات ماشي. خلاص. لا ما لسه مفيش اتصالات. طب خلاص بقى. فدلوقتي يا دكتور في حاجه يعني بالنسبه لمرضى السكر او عامه اي امراض تابعه عن طريق مرض السكر، مش المريض برضه مفروض بننصحه بحاجه معينه ان هو ياخد احتياطاته او المتابعه الدوريه لغايه ما يعني مش عايزينه يوصل للمرحله السيئه او الخط الاحمر
بالنسبه لل يعني يعني يفضل ساكت ساكت ومره واحده يتفاجأ بان هو عنده مثلا سكر من من الدرجه الاولى او اي مرض من الامراض يعني. بص يا بي، السكر دي عايز دكتور رايق، معيار معيار رايق، ويعني نوعيه خاصه كده، ان هي علاقه طويله، مش هتبقى مش مساله مثلا واحد عنده حصوية في المرارة زي ما قالك كده وراحت هتشيلها وتمشي. تمام. واخد بالك؟ لا، ده احنا عندنا اضطراب مش معروف سببه. والكل بيدلو وبدلوه. العيان عليه جزء والدكتور عليه جزء. العيان يأثر يرميه على الدكتور، الدكتور يزهق. لأنه بيقول له اعمل كذا وما تعملش كذا وخده وما تاخدش. طبعا في أدوية طالعة جديدة غالية. يعني واخد بال حضرتك؟ اما تيجي تكتبها العيان يتحملها شهرين ثلاثه والاخر يقول لك لا، يا اما يقول لك بصراحه ده غاليه، يا اما يجي يشتكي من شكاوى غريبه عشان توقفها له. تمام. خد بالك، مش عايز يقول لك انها غاليه، في بتوصل منها 1000 نوع واحد بس، يوصل 1000 1000 ونص في الشهر، ساعات 2000. تمام. طب 2000 ولسه عندك ده واحد بس، نوع واحد، ممكن يبقى عندك نوعين كمان للسكر، وواحد ولا اتنين للضغط، وحاجه للاعصاب الطرفيه. طب هيدفع روشته 5000 جنيه في الشهر؟ هيبقى صعب شويه. اه بالظبط كده، او ثلاثه او اربعه. ناخد فهنا بقى. الموضوع صعب متشعب. تمام. ماشي. ناخد الاتصال اللي معانا. استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سلام. كل عام وانتم بخير واستاذنا الدكتور بخير. انت بالصحه والسلامه يا رب. بقول لحضرتك انا عشان اختصر، انا في مرحله ما قبل السكر. ده بتشخيص الدكاتره مش تشخيصي طبعا يعني. وبلعب تريدميل 4 كيلو يوميا يعني. شاطر. ووزني يعني انا حوالي 182 ووزني 78. فدكتور قال لي قبل ما نقول انت سكري بقى 160 140 150 يعني ما بيعلاش 200 يعني. فقال لي اعمل لي معدل الانسولين في الجسم ويعني مقاومه الانسولين، فعايز اعرف ايه الدلالات اللي بيدل عليها التحليل ده يعني. وهل ده ليه علاقه بالكلام بقى انا مريض سكر او مش هبقى مريض سكر؟ وشكرا جزيلا. العفو يا فندم. عفوا. شكرا. شكرا استاذ محمد. هو يعني واضح ان هو مش تخين خالص. لا 8 اقل من 80. وبيعمل مجهود كويس. الراجل بيعمل جيم ولا بيعمل بتاع اللي هو التريدميل ده، بيمشي 4 كيلو كل يوم. هو بس لو يهدي اعصابه شويه، لو عرف يعني لو عرف ان هو يعيش في امان نفسي مش هيجيله سكر. ده حقيقي. لو عارف. طيب الراجل بيقول له اعمل لي انسولينات ومنع ومش ومنع. طبعا كلام كويس. بس اللي هيتعمل في المعامل العادية مش هيوفي بالغرض. لان هياخدوا عينتين منه ولا حاجة ماشي. لكن ده ساعات احنا بنعمل 6 عينات. ونديله ادوية تانية تثبط البنكرياس او تشغله او كده. فانا شايف ان هو ياخد الامور ببساطة قوي. طبعا هو قال له علينا موافق عليه. ولا سبب. وفي حاجات اغلى من كده يعني، في مضادات للانسولين، مضادات للخلايا اللي بتنتج الانسولين وما الى ذلك. بس هو يحاول يهدي اللعبه مع نفسه، الانفعالات. يهدي اللعبه مع نفسه. لو هدى اللعبه هيبقى كويس ان شاء الله، مش هيعلى. والله دكتور محمد يعني انت فتحت موضوع خطير بتاع فعلا يعني الحاله العصبيه والانفعالات والحاله النفسيه. انا على ما اعتقد ان هي دي. لا بس هو هيعمل ايه؟ افرض ان هو شغال بيزنس بدايه، بيشتغل تاجر. طيب تاجر بقى هو يا اما يبقى مثلا حاطط اعصابه في ثلاجه، ولا سايب الناس كلها عامله نفسها شاطره. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ رشاد، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه يا استاذ رشاد. اتفضل. الله يخليك. لو سمحت اسال الدكتور سؤال كده على السريع. انا عندي سكر على السن حوالي 69 سنة، وعندي سكر من حوالي 40 سنة. وطبعا لو عايز الطول حوالي 170 والوزن 90 الا واحد تقريبا او 90. انا عايز اسأل، هل السكر الوراثي زي السكر العادي؟ سؤالك والله لذيذ. يعني انت عايز تقول ان السكر الوراثي غير السكر العادي؟ يعني مثلا ده بشرطه وده من غير شرطه؟
هو سيادتك لا يعني هل ده مثلا يا دكتور؟ قول اتفضل بس عاجبني السؤال. السؤال تحديدا هل السكر الوراثي زي هو السكر العادي لو كنا عنده مش وراثي؟ ما هو نيجي يعني انت شغال ايه يا فندم؟ شغال ايه؟ ولا في يعني السكر الوراثي يا شويه يا استاذ رشاد اتفضل. الدكتور بيسالك ايه طبيعه عملك؟ لا انا حاليا على المعاش. دارس ايه؟ دارس قبل كده إيه؟ قبل كده استنى استنى صيح لا صحاني. طبيعه عملي انا كنت موظف في الحكومه. لا دارس ايه؟ مش سامع والله. دارس ايه؟ دراستك ايه؟ لا انا كنت يا استاذ رشاد ايوه معاك واخد شهاده ايه؟ شهاده ايه؟ شهاده ايه؟ اه لا انا واخد بكالوريوس خدمه اجتماعيه. بس والله اسئلتك ذكيه. ما انا بسال عشان كده. انا طالع وكيل وزاره التضامن كنت قبل كده يعني. ما انا بقول لك مخك نظيف يا فندم عشان كده مبسوط. السؤال اللي يقوله زي حضرتك كده يبقى راجل مخه نظيف. لا انا بقول لك دارس انا خدمه اجتماعيه. هو احنا بنتكلم في حته هو بيتكلم في حته. يعني انا بقول لسيادتك السؤال اللي انت بتساله ده ذكي. سؤال ذكي. الليله السوداء دي. استاذ رشاد انت سامعني الاول؟ طيب شكرا شكرا استاذ رشاد. ناخد لا لسه ما جاوبتوش. ناخد الاستاذه جمالات. طب هات جمالات وبعدين نجاوب وبعد كده هنجاوب على الاستاذ رشاد. استاذه جمالات السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. بقول لحضرتك ممكن سلام ورحمه الله وبركاته ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور على الهوا معاكي. بص انا مريضه سكر. مريضه سكر مريضة سكر وبقالي 10 سنين كده عندي السكر. كنت باخد برشام الاول وكنت باخد برشام الاول وبعدين الدكتور كتب لي على الانسولين. يا استاذه جمالات. نعم. انت قافله موطيه التلفزيون؟ يا راجل موطيه مين ده صوتها باين. طيب اتكلمي بقى علشان احنا سامعينك. بقول لحضرتك انا مريضه سكر. اتفضلي. وباخد انسولين والانسولين باخده ايه يعني 30 الصبح و10 بالليل. تمام. وبعدين انا عندي القدم قدم سكري ولابسه جهاز في رجلي. ماشي. تمام. ورجلي بتألمني وبحس بتنميل فيها وباخد الفلاجين وباخد حاجات للاعصاب كتير يعني حاجات ادويه كتير. في قرح في الرجلين؟ لا 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 انا لابسه جهاز. جهاز ليه؟ عشان قدم السكري عشان التهابات من عند بطن الرجل كده فيها. يعني في تقرحات في الرجل؟ لا لا مفيش تقرحات. امال التهابات في صوره ايه يعني؟ لا هو لا قال لي الدكتور قال لي هتلبسي جهاز عشان اللي عند الكوع بتاع الرجل كده لو حملت عليها وصل. بعد الشر يعني خلاص خلاص ممكن تقعي ممكن تقعي. ممكن اقع ورجلات يعني بعد كده لو ما لبستش الجهاز دوت. فهمت خلاص اقلبي بقى على غيرها. انا فهمت. تمام. دي مش اسمها التهابات. التهابات في الاعصاب الطرفيه ادت الى تاكل العظم فالعظم ما بيشيلش سيادتك. ماشي اوكي. فالسؤال ايه بقى يا فندم؟ السؤال ايه؟ آلام في رجليا ورجليا الشمال كمان. طيب هتاخد حاجه اسمها خدت سيوتكس والحاجات دي ولا ما خدتهاش؟ نعم في دواء اسمه سيوتكس. دواء اسمه سيوتكس. سيوتكس سيوتكس ده حضرتك حبايه 300 مللي جرام خد حبايه 3 مرات لمده شهرين 3 وتجريتول 200 مللي جرام حبايه مرتين في اليوم. ده للألم. زائد تظبيط السكر يبقى صح. شكرا شكرا على الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. السلام عليكم. انت جبتهم منين دول في الاخر؟ استاذ محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب. اتفضل. طيب يا فندم. انا عندي والدتي والنبي عندها السكر. اتفضل. طب وحضرتك انا عايز اعمل وقايه يعني وكده يعني هيجي لي ولا مش هيجي ولا سنه كام سنه؟ انا عندي 45. وزنك؟
وزني حوالي 85 او 90 كده. طولك 175. بتشتغل ايه سيادتك؟ معلم. اه معلم، بتدي دروس وقاعد وواقف والكلام ده بيعصبك عشان العيال تنجح صح؟ لا والله ده المجال زراعي، مفيش مجالات، ما بديش والله دروس. يعني مريح دماغك وملززها كده وحاططها في الطراوه؟ ايوه. ادام في الطراوه مش هيجي لك سكر ان شاء الله. بس والنبي يا فندم هي عندها برضه ما تقدرش تمسك كوبايه الشاي، ده تترعش كده وهي بتشيل كوبايه الشاي. سنها كام سنه؟ هي عندها حوالي 65. هو ساعات ده بيسموها سنايل تريمورز، اللي هو الاهتزاز بتاع السن المتقدم. ما بتقدرش كوبايه الشاي، بتاخد اللي هو بتاع الاعصاب اللي هو النيروفيد ده الاحمر دوت، بس ما بيعملش حاجه. لا بالنسبه لهزه الايدين دي مع كبر السن. اخبار حضرتك. طب والنبي دكتور الوقايه، السكر الدايت ده كويس ولا ده بس اشاعه ولا ايه؟ لا انت نزل وزنك 3 4 كيلو وخلاص، وامشي كل يوم نص ساعه، خلصت الحكايه. يعني ما اخدش من السكر الدايت ده؟ وتاخده ليه بقى؟ ما انت تخسس نفسك 3 4 كيلو وتمشي كل يوم 3 4 كيلو برضه مش هيجي لك السكر ان شاء الله، وتحط دماغك في قلب الثلاجه، خلصت الليله. تمام، شكرا شكرا استاذ محمد على الاتصال، كل سنه وانت طيب. لو هفكرك بال فكر ايه بتاع السؤال اللي فات دكتور سيادة. محمد انا ناسي. خلصنا؟ أوكي. لا ناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. طيب ماشي. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل مع السيد الدكتور محمد سعد حامد، وما زال الحوار مستمر. معدلات السكر في الدم. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا أهلا أستاذ حسام. أهلا وسهلا. مرحبا. إحنا وقفنا قبل الفاصل يا دكتور على السؤال، أنا فعلا كنت مشتاق إن أنا أسمع له. اللي هو إيه بفكرني؟ كان الأستاذ رشاد بيتكلم على هل مرض السكر ده مثلا يعني أو بيجي راسي. اساسا وراثي او الطبيعي يعني او هو بص، انت تيجي تتكلم عشان تسهل اي على نفسك وعلى الناس، يعني ايه سكر، تشخيصه امتى، اللي هو اما السكر في الدم يعلى عن المستوى الطبيعي مش مره، اكتر من مره بالبلدي كده بالكلام السوقي، كلام الجماعه بتوع الخرسانه وجماعه دول، يعني واخد بالك ازاي، مش كلام العلم المجعلص عشان ما نعدلش، لكن هو يتقال العلمي. معدلات سكر مرتفعه في الدم بصوره مزمنه اعلى من المعدلات المالوفه، ده العلم. تمام. اتكلم البلدي يعني حلل مرتين اللي اعلى من الطبيعي، سواء فاطر او بعد الاكل، يعني مرتين فاطر اعلى من الطبيعي، او مرتين بعد الاكل اعلى من الطبيعي، او مره صايم ومره بعد الاكل اعلى من الطبيعي، يعني مرتين، مش مهم ايه. تمام. ده بقى امه اسمها ايه مش فارقه، خالته اسمها ايه مش فارقه، مش هتفرق، هي بقت سكر. والسؤال في حته عايز يقول مثلا، هل هنا المضاعفات تبقى اعلى من ده؟ هل ده هيبقى شكل ده هيمشي مثلا عند امه كان عندها سكر وبعدين هو جاله سكر وجاله مضاعفات، هل لازم المضاعفات تمشي زي ما امه مشيت؟ بنسبة كبيرة اه. تمام. بنسبة كبيرة، لكن ليس حتميا او ليس بالضرورة ان هو يمشي في نفس مسلك بتاع والدته. بتاع والدته او ابوه يعني، او عمه او خاله. اي وراثي. وفي الاخر نقدر نقول الوراثي زي الغير وراثي. ادم ارتفع السكر بقى سكر. تمام. مش هو جاي منين بقى؟ الختم جاي منين؟ طب هل يا دكتور يعني ممكن الوراثي بالاخص، بتكلم على الوراثي، هل في بيبقى في امل ان ممكن يقدر يتخلص منه ولا اصبح وراثه اتكتب عليه؟ لا هو برضه وراثي غير وراثي ممكن يتخلص منه. يتخلص منه. ممكن نظبط له السكر ولا سيما في مراحله الاوليه. وفي ناس حتى بعد ما السكر بيعلى وبنديهم علاج ممكن نوقف العلاج. بعد فترة قد ايه؟ ممكن شهور ممكن سنين. تمام.
يعني الخلايا بتستعيد نشاطها تاني. ده اللي احنا بنقوله يعني. اه يعني بيبقى في امل يعني، سواء وراثي او مش وراثي، لو مشي بالادويه مظبوطه وظبط الوزن عشان توقف عليك سكر ده بيكلف العيان كتير. ما هو فاهم ان انا هقول له يلا وقف، مين قال الكلام ده؟ ده بيبقى مثلا على 6 شهور على سنه عشان اوقف عليك. انت بتاخد قرار خطير قوي انه يوقف العلاج. طبعا تحولته من واحد بياخد علاج لواحد ما ياخدش علاج، دي شويه عايزه مجهود ذهني من الدكتور ومجهود من العيان وفلوس، لان احنا مش بنوقف على معدلات سكر بس، في فحوصات معينه بنعملها. العيان مش هياخد علاج، دي حاجه ضخمه جدا، لازم بس هو يعرف فضل ربنا عليه. واحد بياخد انسولين حقنه كل يوم ولا حقنتين، بياخد حبوب الصبح والظهر او بالليل، والكلام ده هتوقفه وتقول له امشي عادي، هو عايزها كده ليه؟ مش بالسهل. لا مش بالسهل طبعا، لان لو عملت كده هيرتد يبقى اصعب، وفي الحال ده مش هينفع توقفه خالص طول العمر بقى. فلازم كل حاجه يتعمل بقوانينها. في دكتور يا دكتور محمد سعد بيبقى زي ما تقول قاسي شويه مع المريض، يعني بمعنى ايه؟ يعني في دكاتره لو شافت واحد يعني اوفر ويت وزنه اعلى يقول له بص انت ما تجيليش العياده انا مش هكشف عليك الا لما تنزل في الوزن. هو زهق منه. غير كده غير كده احنا ايه بنشتغل على الفاضي. لا 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 هو بيبقى زهق. فبيبقى زهق منه لازم 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 المريض يعمل اللي عليه يعني. لا مش يعمل اللي عليه، هو زهق. ممكن العيان هو اللي زهقه. يعني بيطالب الدكتور بحاجات هو مش عاوز يلتزم بيها او مش عاوز يعمل. او الدكتور خلص زهق. سد نفسه تسدد. ومن هنا برضو تغيير الدكتور ممكن يبقى مهم. تمام. يعني هو انسان في الاول وفي الاخر. فله طاقة. اما يفضل يعالج العيان فترة. ومفيش نتيجة ترضيه. في معظم الدكاترة يعني اللي هم يعني عايزين نتائج واضحة وسريعة ومرضية وتحقيق الذات يتعب نفسيا. لكن في دكتور نايم واخد بالك ولذيذ ويتكلم بالراحة وبالراحة وزي ما تيجي ده خليك معاه، ده لذيذ، ده هيبسطك نفسيا، خليك معاه ما تسيبوش، ده فرصة. ويقعد تنام وانت تنام وتنبسطوا مع بعض. وبعدين ضميره يعني هو قابل بالمستوى ده. يعني العيان اتحسن 30% فرحان قوي وخلاص. في دكتور عاوزه يتحسن 100%. ده اصل ده يعني مهنه الطب ده دكتور، انت عارفين انتوا الملاك الابيض، ده غير الجيش الابيض. اه بس هو في الاخر الدكتور عايز يوصل لايه؟ في نوع من الدكاتره. يعني دايما الدكاتره بالذات اللي بتشتغل في الاماكن الشعبيه وكده واعداد عيانين كتير بيشوفوهم ما بيدقش قوي على النتيجه. تمام. اه وبيحاول يحسن العيان ان ده احسن حاجه وكده كويس وخلاص. في واحد تاني لا عايز يوصل مظبوط. بس احنا دكتور طالما دخلنا في الموضوع بتاع الوزن مش الوزن، هو للاسف او مش للاسف يعني في مريض او في اشخاص بيبقى مش عارف هو بياكل ايه بالاخص يعني. يعني مثلا يكون مريض سكر وما عندوش الوعي الكافي ايه الفواكه اللي بيبقى عاليه فيها، يخش على النت سكر. بص يا اسامه القصه بقت سهله، يخش على النت ويشوف ما يضيعش وقته عند الدكتور، خلي الدكتور حاجه الغاليه. صح. النت مش هيفيده لما يقول له مثلا حالته ايه هو بالظبط ويديله علاج ايه، النت مش هيفيده. لكن اكل وشرب ده يجيبه اكل وشرب هو يعمل كنترول على نفسه، يجيبه من على النت يقرا من اي حته. طيب ناخد معانا الاستاذ اسامه. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايز اسال الدكتور سؤال. اتفضل الدكتور سامعك. ماشي يا فندم. حضرتك انا من حوالي سنتين اكتشفت ان عندي سكر بالصدفه لما كنت عملت تحاليل في الحمله اللي عملوها، لقيته حوالي 470. ولقيت برضه الترايجلسرايد والكوليسترول كانوا عاليين وقتها. حتى كمان وظائف الكبد بدات شويه، الجي او تي بدا يعلى شويه، فبدات اخد علاج السكر في حاجه اسمها فيلداجلوز، وبدات انزل الوزن بتاعي لان وزني كان 140 كيلو. وانا طولي حوالي 1.75 متر.
فنزلت حوالي 30 كيلو يعني حاليا 110. طبعا ما زلت اوفر ويت بس يعني نزلت برضو كميه مش قليله. وبفضل الله السكر بدا يتظبط يعني بدا ينزل، حتى السكر التراكمي، السكر التراكمي كان 11 و2 من 10 بدا ينزل ل 7.5 حاليا. من سنه كامله عملت تحليل استمر حوالي 6. طبعا هو الوضع دوت ماشي كويس بالعلاج. انا خايف من حاجه، ان ممكن يحصل مثلا ايه، ممكن تحصل نكسه كبيره، او مثلا ممكن يحصل تغير مفاجئ. يعني انا عايز احقق نتائج احسن من كده، لان حصل استقرار لمده سنه. هل ممكن اقدر اوصل لنتائج احسن من كده؟ وهل في احتمال ان ممكن يحصل ارتداد للسكر يعلى مره واحده وتحصل نتائج مش مقبوله يعني؟ اه طبعا في فرص كتير قوي ان احنا نوقف علاجك، وبنفس الوقت ان في فرص كتيره ان السكر يعلى وما نعرفش نظبطه تاني. الاثنين موجودين، ان انت حضرتك دلوقتي نازل 30 كيلو، لو نزلت 10 كمان يبقى كويس قوي، وربما نوقف العلاج. بينما لو الوزن زاد تاني او شد عصبي او حصل حاجه او التهابات في مكان ما في الجسم او ما الى ذلك، ممكن السكر يعلى ونحتاج له حتى حقن. فالاثنين قائمين لك ولغيرك، يعني كده مش لحضرتك بس، لان السكر هو عباره عن محصله عوامل معينه داخل جسم الانسان. العوامل دي اتظبطت، ما اتظبطتش رجع تاني، وكل ما بيرجع تاني بتبقى اسوأ للاسف. يعني انت الحمد لله هو بدايه السكر اي دكتور يفرح بيه، لان بيجيب نتائج حلوه معاه قوي. بعد كده بقى، لكن لما يكون موجود بقاله 5 سنين، لا طب ازاي الاول يعني. ألف سلامة على حضرتك. ألف سلامة عليك يا أستاذ أسامة، شكراً. ناخد الاتصال بتاع أستاذ فكري، سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل يا أستاذ فكري. النبي يا دكتور محمد، أنا عندي سكر، وبقت رجليا الاثنين، وش رجلي الاثنين ورمين، وحرقان جامد قوي في رجلي من فوق، زي ما يكون حد جالي مية سخنة عليا. نعم. وقيت السكر النهارده لقيته 77 صايم. طيب في عندي كسور في الكلى ونخرس. ما هو الكلى اللي عامله لك الورم اللي في رجليك ده، في ورم في وشك؟ ايوه ايوه. بقول لك في ورم في وشك؟ لا لا، في رجليا بس، في وشي رجليا الاثنين. طب بقول لك يا استاذ فكري، انت قلت لي السن كام؟ 75. الوزن؟ الوزن 156. 156. طيب ده الطول ولا الوزن؟ ال انت السن 75 صح؟ ايوه يا دكتور. والوزن 156. ايوه. والطول؟ والطول مش فاكر والله. بس يعني انت الوزن، بس انت الوزن 156. اه 156 مش 56. 56. طيب والسن 75. ايوه يا دكتور. ماشي يا استاذ فكر. طيب التحليل بتاعك صايم وفاطر كام؟ انا النهارده عندي جهاز في البيت بقيس بيه، لقيته الصبح 77. النهارده الصبح. هو بياخد علاج ايه؟ طب ايه العلاج اللي انت بتاخده يا استاذ فكر؟ باخد انسولين. انسولين. قلل كمية الانسولين شوية وقلل الاكل شوية. يعني انا باخد 30 بالليل و 30 الصبح. الناس اللي عندها الكلى الانسولين بيجيب نتيجة سريعة، فممكن تخليها مثلا الصبح 25 وبالليل 15، وتقلل الاكل بنسبة 30%، هتلاقي الورم قل ان شاء الله. خلي السكر الصبح 25 وبالليل 15. ايوه، وقلل الاكل بنسبة 30%. كمان يا دكتور محمد لو سمحت، عندي وخزه في رجل، في صوابع في رجل الشمال، بس تقريبا اعصاب يعني. خلينا حته حته عشان الكلى. عشان الكلى. الانسولين بيختزن الميه في الجسم. طب حضرتك في حاجه اخدها للكلى مثلا ولا حاجه؟ لا، الكلى للاسف الشديده يعني لازم السكر يتظبط وربنا يستر. ما انا السكر مش عمره ما علي عندي كتير يعني، اقصى حاجه بيبقى تحت ال 200 كمان. هي الكلى فيها زلال ولا كرياتينين عالي؟ يا بيقول لك قصور، لما عملت تحليل طلع قصور في الكلى. ما هو يعني سيادتك قد ايه كرياتينين؟
مش فاكر والله دكتور. طب حاول تبقى تعرف لنا وكلمنا تاني. ماشي يا استاذ فكري، شكرا. شكرا استاذ فكري على الاتصال، شكرا. نرجع تاني للمواضيع اللي ما بتنتهيش مع مرض السكر والتوابع بتاعه. طيب يعني هو خلاص احنا بتالي الحلقه كده خلصنا بقى مش كده؟ اه ساعه ونص خلاص احنا على وشك. طيب على وشك ماشي خلاص خلاص. في اي حاجه تقدر تقولها للمشاهد قبل ما نختم؟ ان شاء الله المره الجايه. ماشي ماشي خلاص. أعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. كل عام وانتم بخير، ونشكركم لحسن المتابعة والمشاهدة، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.